اتفاقنا ويا سيمنز وجي اي او مذكره التفاهم طبعا ادرجت على موازنه عام 2023. الشيء المهم بها واللي يختلف لان ستوجدان انت وانا نسمع صح. يا ابو عادل عبد المهدي وقع ويا سيمنز وحيدر العبادي وقع والكاظمي وقع. الشيء اللي تختلف ما يلي اللي تختلف ما يلي شوف اسد. اولا كانت الاتفاقيات مو مع شركه بعضها مو مع شركه سيمنز الام. يعني شنو؟ مره اروح الى جي اي فرع تركيا، مره اروح الى سيمنز فرع هولندا، مره الى اروح مثلا، ما كان الاتفاق مع سيمنز الام. السيد رئيس الوزراء وقع هذه الاتفاقيه بالمانيا مع البيج بوس، يعني مع شركه سيمنز الالمانيه الام، وكان الاتفاق حكومي. يعني قبالة السيد رئيس الوزراء كان اكو ضامن الرسمي ان الحكومة الالمانية تضمن تلك سيمنز اذا تلكعت. هذا واحد. الشيء الثاني بهذه الاتفاقية انها ادرجت على موازنة عام 2023. ادرجت يعني شنو؟ بمجرد ما ان تقر الموازنة ستصار هذه المذكرات التفاهم عقود رسمية، وان شاء الله احنا سنستعد ان شاء الله بالشهر الثالث. يعني الحكومات المتعاقبه تمت اهدار اكثر من 81 مليار دولار. احنا ليش هاي الحكومات المتعاقبه اللي بالفعل اهدرت الميزانيه على مود الكهرباء؟ بس سالتك انا يعني شقد احنا نحتاج؟ 25 الى 30 يعني مليون متر مكعب غاز يوميا لتشغيل المحطات الانتاجيه الكهرباء او اكثر. طبعا انا اتحدث لك الان الغاز انحسر من يعني البارحه كان 10 اليوم صار 7. حلو. طبعا احكي على الغاز المورد. بعد كان 10 مليون متر مكعب، اليوم صار 7 مليون متر مكعب، يعني نزل بعد اكثر. حاجته بالصيف راح توصل لل 60 مليون. انا حاجته بالصيف من الغاز راح توصل الى 60 مليون متر مكعب، يعني خليني اوضحها للناس. انا اشغل، انا اعطيت احنا كوزاره الكهرباء اعطينا التزام امام الحكومه راح نوصل ل 24 الف ميجا واط، مو ساعه راح احقق معدل حمل 24 الف ميجا واط. 24 بالحساب الفني تعطي كهرباء خوش كهرباء، يعني جيده جدا للمواطنين بساعات التجهيز. 24 الف ميجا واط 7500 منها تعمل على الغاز المورد، يعني تعمل على الغاز الايراني 7500 ميجا واط. ايش قد يعني اريد؟ اريد قرابه ال 60 مليون متر مكعب من الغاز. والان انا احنا بشهر ثالث انا اسولف عن 7 مليون، يعني احنا بهذا الوقت بالتحديد احنا خسرانين قرابه من 5 الى 6000 ميجا واط الان. صح اليوم اكو ذروه اعتدال درجات حراره الموسم وكذا وساعات تجهيز نوعا ما جيده، بس انا بهاي اللحظه ست اللي اتكلم بها وياك احنا خسرانين من 5000 الى 6000 ميجا واط. ليش؟ لان الغاز نازل الى 7 مليون متر مكعب. ان شاء الله ما راح نمر بهذه المشكله بالشتاء. ليش؟ عفوا بالصيف، لان السيد وزير الكهرباء من زار طهران اتفق والجانب الايراني ابدا استعداده، قال راح نعطيكم ان شاء الله غاز كافي بفترات الصيف. زين هاي الاستعدادات سيد احمد، لذلك هاي الاستعدادات اللي نتكلم عليها وانه ان شاء الله الصيف يعني يكون رحمه للعراقيين. الوقت هذا الحالي بديتوا بأعمال صيانة؟ بس يجينا الغاز صيانة تهيئة للصيف زيادة يعني وحدات الانتاج الطاقة كلها هاي بديتوا بيها؟ باليوم الثاني من عمر الحكومة الحالية السيد رئيس الوزراء زار مقر وزارة الكهرباء ووضعت الخطة ونوقشت الخطة وشرعنا بتنفيذ الخطة من اليوم الثاني لرئاسة السيد رئيس الوزراء واستئزار السيد الوزير المهندس زياد علي فاضل.